القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس سويس 420 من دروس التفسير، مازال غاكد سورة السجدة. السجد أدن في السرمير ضربي سلاية 19 ألماذ الليا 17. تفسيرنا اليوم مع سورة السجدة من الآية 10 إلى غاية الآية رقم 17. وقالوا أهذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. عقيدة البعث ذيوس العقيدة الكفار يقولون تمنى الزيت في اللسن ثورة الدونيث كلنا مؤمنون بالدنيا قلقا نتعيش في الدونيث نظرة قلقا نتسيدير في الدونيث نلموث حق ولا شوي نكرن الموت أي غير الموت حق، لأن كل شيء في الدنيا يقبل الاحتمالات. أي واحد منكم قل ممكن أتخدم التجارة، ممكن أخدم ضارة، ممكن أتسافر، ممكن السفر ضارة، ممكن أتفنو ضخم، ممكن أتفنو ضارة أتخروض، ممكن 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 يأكل لي probability يأكل الموت أنو كسان كوراج ديني الفلاني ممكن أذمث ممكن رسم تفالة لا يمكن. لا أحد يقول أن فلانا قد يموت وقد لا يموت، لا يحمل قد وقد، يقينا الموت حق. زين مقار الموت حق، ولكن من بعد المشكلة هنا تبدأ رحلة الخلود لا في اترنال. تبدا صفر يا درا، صح كاين الجنه قبل لهيه، نبداو بالقبر اخي القبر. حنا كي ندفنوا واحد نقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم وسالوا له التثبيت فانه الان يسال. سمحت طلبت السماح سيافو ربي يهمث ون سترت ربي يثبت ربي عندي يثبت الله الذين آمنوا. سورة إبراهيم الآية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا درا يثبتوا ربنا ما يثبتوش وحده، ما كان لا حبيب لا صديق لا الجار لا باباه لا يماه لا اخته لا اخوه لا ولده، والو وحده. شحال يستنى في الكبار، هو ماشي 10 ايام ولا 10 قرون ولا 20 قرن، الله اعلم. حتى يجي يوم القيامه واحد يستنى من فوق حتى يوم القيامه، نكونوا نزميرنا نرجو 5 مينوت روتار بزاف. واحد يدير لاشين يروح للطبيب يقول لك والله راه عنده 10 لي مالاد 10. ايه مازال تروح باش دير الكاغط تلقى قدامك 15 تروح تعمر المازوت تشوف. شكون يعطينا الصبر باش نصبروا حتى يوم القيامه واللي سبقونا اللي سبقونا بزاف
كل واحد منا كيما رانا عنده أجداد، عنده والدي اللي ماتوا، ماتوا مشكلة كبيرة والله، غير مشكلة كبيرة. زيد أم بعد مثل يردونيث حينما تقوم الساعة تبدأ الخدمة الكبيرة، كل الخلائق من آدم إلى آخر أب ابن آدم يجتمعون، كل ملايير الملايير، ويبدأ الحساب يا حسرة وقتاش نكملوا وقتاش. مشكلة كبيرة والله، غير واحد يسلك روحه غير بالإيمان فقط. فيزا عندك إيمان، سلكت ما عندكش والله المشكلة. والله راه يغيظوا جميع المشركين والكفار، يغيظوا يغيظونا بزاف، مشكلة كبيرة. لو كان يقول لا إله إلا محمد رسول الله، هي منو؟ من بعد إلا ربي، إلا رحمة ربي. ابن عطاء الله الناد: لا كبيرة إذا قابلك فضله، ولا صغيرة إذا قابلك عدله. ما إلا نعد هذه الميزان بعدل الله، هو صعب. ولكن كاين فضل الله، فضل الله ورحمة ربي والتي وسعت كل شيء. المهم عندنا ليسونسيال الإيمان. سبوسا ربي قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فورتيفيو الإيمان تاعكم، أوغمونتي الإيمان تاعكم. علاه؟ تحتاجوه، تحتاجوه. لذلك المشركون ربي يهضر على هذه قضية خطيرة، قضية البعث. رحم بابك، هذه هي الدنيا. واحد يعيش 70 80، أخي يعيش قرن، بعد يموت خلاص. هذا مكان والله غير العبث. هذاك برنارد شو، فيلسوف إنجليزي ساخر، فيلسوف كبير، يقول كذا كان الدنيا هذه مكان، هذا مكان. واحد يزيد ويكبر وياكل ويدير تجاره وبعدين يموت، هذا مكان. حياه ممكن تلخصها في 5 سكوند، يولد مقر يعاش يموت. ذايا قالك هذه مسرحيه تافهه، هو يقولها. قالك هذه مسرحيه تافهه، خاطر كاين مسرحيه هادفه أتتواليض أتتفيض تجد ذايا. لذلك هذاك الشاعر اللي هو: ما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يعني الدنيا تورص ذي توالي، سيفو غلط، صافي ما تسوى والو لو كان ما كاش الآخرة. علاه هذه العمارات والحضارات والسيارات والطائرات لي بروجي الفلاحة؟ علاه هذا مكان، خليها يا 60 70 80 سنة يفوتوا. هذا الدين سالم. إذا كان سيدنا نوح عمر الدعوة 950 سنة، لأن سامحين يا سامحين ديك الشيء من سيد بورتي فاصيل سي صاير. علاش؟ أوقات سريعة وكل آت قريب، والدنيا أقصر من أن نقصرها. ولا ما غزفت وزلت. ولكن الصح راه لهيه، يعني اذا كان واحد مات مؤمن ما شاء الله، القبر نتاعو ربي يجعله روضه من رياض الجنه، الحمد لله يرتاح السيدي تبحر سيتبحرين الجنات، وعنده الخدمه نتاعو الصلاه والصيام والقيام والنفقه والعمل نتاع الخير وكل كل بسم الله ما شاء الله. يا سيدي نستناو في القبر، رانا نستناو، وتكون ان شاء الله ربي بعد يختزلها كأنها بين الظهر والعصر. ايه لو فاكتور طون، الجانب النفسي السيكولوجي، الوقت عامل الزمن يختزل، وتقوم الساعة وإن شاء الله نسلكوا كاع بخير وعلى خير. ولكن الآخرين خاطي، واش قالوا؟ عرف واش قالوا؟ أو ربي يحكي. قالوا إذا ظللنا هذه، إذا ظللنا ما معناه؟ معناه اختلطت أجسامنا بالتراب فصارت مثل التراب. الانسان كيموت وكذا بعد السنوات خلاص يوال ذكر. بعدين قالوا: انا لفي خلق جديد، معناتها نزيدوا زعما نوليو بالارواح نتاعنا يوم البعثه. هؤلاء ينكرون البعث، قالك ما كانش منها، ما كانش البعث، كاين دنيا
فقط. كي تموت تولي والو، تولي عدم. المشركون كفار، كفروا. ربي قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أنت كي تدفن باباك تبكي، تقول على بالك تتلاقاو، تتلاقاو أتملي الميونواس دي الآخر. والدنيا جملة فراقات، أما الآخرة لقاء بلا فراق. الديفينيسيون، ما معنى المرض؟ فراق الصحة للجسد، ما لا يوني يهلك يوظن صراحة استزمت دائما في طلت في الحيرة. ما معنى الموت؟ فراق الروح للجسد. الروح تروح بغا نكون اصلا نطل ندفنوه، ولكن في الآخرة لقاء بلا فراق. لذلك رب سبحانه الكفار قال كما يائس الكفار من أصحاب القبور. هقول لك إنا لفي خلق جديد، زعما ترجع الروح ونرجعوا ترجعنا الحياة. السؤال نقول لهؤلاء منطقيا بلا لوجيك، إذا كنتم قادرين على رفض الموت فأنتم قادرون على رفض الحياة. كي يجيك ملك الموت قولوا لا لا، والله ما تدي الروح نتاعك. أوكي بروح برك الدين، عندك كوراج. شكون عنده كوراج يقول ملك الموت لا لا يا حسرة؟ هذه ما عندكش كوراج، أو كيف عندك كوراج يوم القيامة ربي يبعثك يدير الروح نتاعك ترجع لك وتولي كما كنت في تيزي وزو، كما كنت في الدنيا في الجزائر في أي مكان. تقدر تقول لا لا خاطيني، شنو هذا؟ لا لوجيك ما تمشيش. لذلك ربي سبحانه قال بل هم بلقاء ربهم كافرون، كفرا أسقرا ما نتلاقاوش مع ربي، ما نتلاقاو ما كاين والو والو. علاش ربي قال في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه، المؤمن هو اللي يلقى ربه على باله بلي يلقاه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما هذول الكفار بل هم بلقاء ربهم كافرون. ربي ثبتنا، ربي يهديهم. قل يتوفاكم ملك الموت. يا الله سيدي، ها ثم جابها ربي ملك الموت يجي، هذا سبيسياليزي في الموت. كاين الملائكة كل واحد وين واش يخدم، هذا قبل الأرواح. قل يا رسول الله قل لهم يتوفاكم ثم سير ملك الموت، خطر ربي قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة الأعراف الآية 34، معناتها تجي الساعة ساعة. الذي وكل بكم، الله يا ربي الله، هي عنده بروكيراسيون من عند ربي، كل واحد كونفوكاسيون انديفيديوال، كل يوم واحد سيناس ومذياز في الساد المس الحرف الذال، سيس مورث الليل فذال، في الساد المس الحرف الذال، سيس موري الليل فذال، في الهازغ لا تستعذال، الفقير وكذ الغني. بمعنى ولا شوري في ذنوايض، ماشي تقول ملك الموت ما تديش كذا ديني انا، ما كانش. كل يوم ثياوي ذيو الروحيس. الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. بغيتو ولا كرهتو؟ ورانا رايحين. مع القضيه راهي مع ربي، ماشي بيناتنا زعما البشر دير واش حبيت. وكاين كاين العوج يعني بين البشر، تغنى تزكارة، كاين كلش بين البشر، مي مع رب البشر والو. ربي قال ثم الى ربكم ترجعون سون اكسبسيون، توليو كاع انو غلا كل سيدي ربي. ترجعون تكررت كثير في القرآن، منها الآية التي كررناها مرارا ونكررها مرارا لأننا نحتاج إليها ونحتاج إلى غيرها مرارا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،
خافوا خمموا حزف في وسنيا قالوا ذياثوا غالمك ربي سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تهناوا، جربتم في الدنيا مرارة الظلم، تجربتم في الدنيث فرزين الباطل، باطل رزاي ذي الآخر ربا دي قار اطمئنوا تهنيث وهم لا يظلمون ذاك ثم إلى ربكم ترجعون. إكفاوان ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هاو مشهد آخر يعني جي بي اس نتاع القرآن يجبد لك الأخيرة ديريكت، جي بي اس هذا خاص نتاع القرآن، المشهد نتاع الأخيرة هذوك اللي ناكرين ربي اسماهم مجرمون، سي دي كريمينال. كريم هذا ماشي غير اللي يزازاي في لسان يكث يتسخر، سي ان كريمينال، اي جريمه، دار جريمه في حقه، اجرم في حق نفسه، هذا مجرم كبير، روحه كامل رماها في الدنيا ما يسمح والو على جال نفسه، والو ما يسمح والو، ليغويزم توتال ما يسمح لك والو. قولك المهم انا قوله الروح نتاعك كاع رميتها خاطر لا في ايترنال الحياه الابديه راهي له ربي سماهم المجرمون. ولكن ثم ما يقدروش ينكروا وزمان نكرا ناكسوا رؤوسهم، رؤوسهم مطأطأه هكا زمان لا ما يقدر، يقدر يقابل ما يقدرش عليه عند ربهم، هو ربي قال عند ربهم ندما حياء ذلا خزيا، تجيب كل هذه المعاني راهي هنا، اندمن استحان وقاذان يشمثن الذل، خلاص راحت لهم الدنيا راحت، سيسيون دو راتراباج زيرو، ما كانش سيسيون دو راتراباج، كاين سيسيون نورمال وحده، عندنا اون في يوثم 32 ساعه لو كان سلاث نورمال دير واش حبيت، من بعد نتلاقاو لهيه كي نوليو بلا ما نهضرو ما كاينش نورمال ما نحتاجو لوالو. شفنا ديجا احلام الناس كان اللي كورونا برك وصل لهيه ومن بعد ولا مارش اريير، قال خلاص ابري كورونا والله ما نزيد نخلي صلاه يا بابا يا بابا، لا ريسبيراسيون كذا الاكسجين الحاصل سي بون زين، ولا واحد بعد الشر دار لاكسيدا تقلبت به الطوموبيل خمس مرات لقى روحه في الفوسي خرج من الطاقه داين سما راح ولا، وكاين اللي هداهم ربي بهذا وكاين والو، وكاين زلزله يقول لا ترينيتي لو بير لو فيس لو سانتي سبري، هو كان سانكيام ايطاج زلزلت الباطمه لا اله الا الله محمد رسول الله، هذه كاع كاينه تروازيام ايطاج اللي جا قالها كيهبط خلاص زعما الانسان زعما ماشي خواف زعما يقول كان ما نخاف والو، حق ربي يغيظوني هاد الناس، انت ما تخافش لو كان يجيك كوشمار وتخاف، كوشمار انت راقد في الدار اليز كوشمار كي تنوض تقول الحمد لله الحمد لله كوشمار تخافو ما تخافش ربي، عجيب استقبلي تقارن يغلق المنسي ضرا، استقبلي يقارن يغلق المن صدر. يلا ربي قال ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولكن بعد ربنا ذي ناس قال ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا ذاين عندنا يقين خلاص خلاص في الدنيا رنا في الآخرة عند ربي فرجعنا، قالوا يا ربي أعطينا إن شانس أن ولا ردوني إيوث كان نعمل صالحا، سبحان الله يخدم ظهرك ظهرك راك آلاز ما كانش مالك الموت ما كان والو، خدم ثورة هجي عوين هاو هما يقولوها يقولوها أسقرنا رب فرجعنا رجعنا للدنيا نعمل صالحا لونجاجمون توتال
أنخدم سوى الصلاح. إنا موقنون، ثورة عندنا اليقين ولا الشك. كاش الهضرة هذيك نيغوسياسيون الإلحاد عبر الإنترنت، واحد يشرب لاتاي شوية كاوكاو ويحمل بورتابل ويعطيك يا خي كذا يديروا درك. يلحدون بلا تكنولوجي. ناحق ربي غير تغيظوا يعني، يغيظوا. راك مريح في الدار بيان سيدي، راك تقول ما كان والو، الصلاة هذه زيرو والو. راك تقولها درك، شفع عليها. شفع عليها. ربي قال ما يلفظ من قول، تقول كلمة تخلصها، إلا لديه رقيب عتيد. ثني الدوال شفو ياس. الآية 18 من سورة قاف، الصفحة اليمنى، رقم الصفحة 520، السطر الثالث، تروازيام ليني، جوست أبري كاتريام ليني، واش قال ربي؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. مباشرة بعد الآية هذه جاءت الآية هذه، الآية 19، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما تقدرش تقول مالك الموت اليوم، ما نروحش ديجا قريب العيد وتديني ضرب. كلمة في العيد، كلمة في الطريق. مرة مسكينة واحدة مميمة، يعني واحدة أم وليدها غاب عليها، كي جا قبل ما يوصل 2 كيلومتر للدار مات اري كاردياك. ومسكينة واش تقول؟ تقول لو كان برك كمل 2 كيلومتر نشوفه بعد يموت. الكبدة واعرة والله راك مسكين. ثاني لو كان دي الصودر غوري هاث الزرغ ذمي أذيمت. الله غالب، الله غالب. ذين ملك الموت لا يؤخر، عنده ميسيون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآية الأخرى ولكل أجل كتاب. ولو شئنا، لقى ربنا يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. بالإجبار ربي لو كان بغى كاع ونوليو مؤمنين بلا مزيتنا كاع، ولكن ربي أعطانا الاختيار، قالك عندكم عقول فهديناه وهديناه النجدين. خير، عندك عقلك ميزانك، عندك القرآن سلك راسك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. ما حبيتش بعقلك، خدم عقلك مليح تولي تؤمن بإذن الله. ما تكونش برك خدم عقلك، استخدم اللاغي أتسند ربي. علاش قال ربي في سورة فصيلة الآية 53؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول وجب مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني كل الجن كل إنسان، اللي راح فيها يخلصها. حنا اسمنا الإنس البشر، وكاين الجن، وكاين من الجن يدخلوا الجنة، وكاين من الجن مجرمون. شحال للنساء اللي طلقوا، شحال اللي كريم الجرائم اللي صراو سببها السحور والجن. إيه البشر يديروا دي كونفونسيون مع الجن ويسحروا ويطلقوا ويشردوا فتن. والله غير ثقيله باش نهضر على السحر. انا بور ما 2022 نهضروا على السحر زعما سيفيليزي وكذا، والله غير كاين السحر. مالورزم يعني للاسف سحوري لا، والسحور راهي من اكبر الكبائر. عندنا ايات من بعد نوصلوا ليها نتكلموا على هذا الهم الكبير، السحر بوسائل لا تخطر على بال. لا تكنولوجي عاليه في السحر، ولكن للاسف. لذا ولكن كان الجن مؤمنين. ربي قال قولوا وحي إلي أنه استمع نفر من الجن ما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن الآية الأولى والآية الثانية. هذو الجن مؤمنين، وكاين الآخرين كفار كما احنا البشر
كاين وكاين، ولكن هذون مصيرهم جهنم كفاول، وعلى بالهم كاع ما كاينش اللي ما على بالوش، زران ياك حصان ياك كلي ون اي زرع هذه الدنيا في غلة الاخر. فذوقوا، يلا ابداوا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، لقاء يومكم هذا، عندهم الرونديفو، عندكم موعد ذم قران يومكم هذا. وشحال الايات اللي قالت يومكم يومكم، كما مثلا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم يومكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اكفى المشهد هذو نتاع الكفار، بعد يجيو الاخرين ان شاء الله ربي يجعلنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اوف بدنيا اوف معناها ذلهنا، اوف هذه نتاع لهنا تتعب تتعب بعد ترتاح، الحمد لله رب العالمين. اوف اوف الكبيره نقولها انا ماشي انا، الدنيا مازال المحنة. الامام احمد بن حنبل صاحب المسند قيل له متى الراحه يا امام؟ من ما نرتاح؟ اقل غالي مدن السفري للدنيتي ايناس لا نرتاح، راحتنا عند أول قدم نضعها في الجنة. يعني ما دمرنا في الدنيا ما كانش الهنا ما كانش الراحة تو ظهرك، ولكن مثل الشمض الجنة ظهر مزوارو ذينا راه تبذو لهنا. ما ذي الدنيا الله أعلم، لي سيربريز المفاجآت الأمراض الموت كل شيء كاين، نسأل الله حسن الخاتمة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، راكم تنكروا في الدنيا تقولوا ما كاينش منها، هكذا يقولوا المشركون الكفار، تقولوا كاين الاخره يقول لك انت والو انت نيه انت نيه كبير صلاه ما كاينش منها. ايه هذاك النهار يونو فلاح حرصنتي ناس نتلاقاو في القيشي فلاح يبارك ما يعرفش قال ناس والو والو نتلاقاو ليه ما حبيتوش تفهم، نتلاقاو في القيشي معنا كل واحد يخلص يعني هذا هو المقصود يعني. فذوقوا ربي يهدينا جميعا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. زين وليت سوم ربي سوم. الله يرحم ابن عطاء الله قال لك من وجد الله فماذا فقد؟ وين يفهم ربي غير ثمس ولاش ذا شوس يا روحا. ومن فقد الله فماذا وجد؟ يجاث ربي شو زدي قران داين. من بعد واش قال ربي؟ وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يعني اللي زرع في الدنيا تغير في مدينه اخر عذاب الخلد، ما معنى لانه عذاب دائم مقيم دائم اترنال. انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. المؤمنين انوي ويقاذ يوم ننسى الآيات من ربي سي القرآن سيدي ربي مسن قال الله تعالى أذي فرح يتذكر إذا نسي يعود إلى رشده إذا تاه بعدين خر سجدا آيات دلت السجود يعني يسجد مثل هذه الآية ولكن ليس شرطا أن نسجد ما دمرنا في التفسير والتعليم ليس شرطا وين غرى الآيات هذه واحد سنت آيات السجود يسجد ما يسمى بسجود التلاوة خروا سجدا وسبحوا يقول سبحان ربي الأعلى يقدسون ويعظمون الله عز وجل وينزهونه وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا يستكبرون السجود عظمة كان يقول لك انت تضرب راسك للأرض هي تقول لنا كل ما نسجد كل ما القيمة تطلع هذا هو معنى خير إن شاء الله صافي انت ما راكش تسجد معنى انت شدني ولا نطيح ولا هو السجود رفعة السجود رفعة ربي سبحانه قال
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن طاعة إلى آخره. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني إشارة إلى اللي يقوم الليل، يقوم الليل يخلي الفراش نتاعو يروح يقوم الليل، وكأنه بينه وبين فراشه جفاء، جفاء. طبعا واحد كيلو يقوم الليل ولا يتهجد أكيد يخلي السرير نتاعو باش يروح يعبد ربي، أو ماشي سهلة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذه صفة من صفاتهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه طمعا في رحمته. هذا هو نطير إلى الله بجناحين، الخوف والطمع، الخوف والطمع. نظمع يا ربي أغي الصر، نظمع يا ربي أغي يرحم، وإذا نقاد إلى قناقاد خطر وين يقاد هذا يسلم، اللي خاف سلم. خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الأموال اللي أعطاك ربي سبحانه انفق، أرزق أعطاك ربي رزق انفق، صدق خدم الخير إلى آخره. ربي افتغي مسن في الدضغي في السن. والآية الأخيرة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كي نقولوا قرة العين معنى كناية عن الراحة، راحة البال، كناية عن الفرح. كي تقول فلان نم قرير العين، اطمئن تهني، ربا دي قاري المؤمنين ورث زريمارا ذا شوخني فرى ربي سبحانه بين الهان أركني صفرحا. إذا كان ربي يتحدث مع المؤمنين هكذا سبحان الله، معنى أخفى لهم من النعيم ما لا يخطر على بال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أين ديه يا ربي المؤمنين ذي الجنة ومن المؤمنات، أين أدنسس ذي الباب ذي الخاطر، أين الثولة ثيط، أين أرس لهم الزوغ جزاء بما كانوا يعملون. ما انتهى ذي الجزاء سيدي ربي، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، كل يومين زرع ذي الدنيث آثي غلث ذي الأخرث جغون ثلميث ثلويث أرثم لي الإسلام ربي في اللون.